الكرة المضيئة، حكاية من التراث الصيني. كان يا ما كان، كان في قديم الزمان اثنان من الإخوة، أحدهما يدعى آرثر والثاني أريل، وقد كانا صيادين. كان الأخ الأكبر سنا يدعى آرثر، وهو ممتلئ الجسم ويحسن رمي السهام. أما الأخ الأصغر سنا والأنحف جسما فيدعى آريل، وقد كان ولدا شجاعا وصادقا ويحب عمل الخير. انظر، هكذا كانت تسير الأمور دائما. كان الأخ الكبير آرثر كسولا وأنانيا، يأخذ معظم الصيد ولا يترك لأخيه الصغير إلا القليل. وفي إحدى الليالي حلم آريل. آريل، هناك بنت جميلة تنتظرك، اذهب إليها واطلب الزواج منها. أخي انهض. أريد أن أنام. أخي، هناك زوجة تنتظرني. كان آريل يفكر دائما بالزواج، لذلك أخبر أخاه آرثر بالحلم. زوجة لك أنت؟ هذا مضحك. هل تعتقد بأنك تستطيع الزواج قبلي؟ أنا الأكبر، أنا الذي سيذهب إلى ضفاف النار، أما أنت اقعد في فراشك. في هذه المرة لم يطع آريل أوامر أخيه المجحفة، وهكذا ذهب خلف آرثر إلى النهر أيضا. وعند النهر كانت هناك فعلا بنت كما كان الحال في الحلم تماما. كانت البنت في غاية الجمال، سبحان الخالق العظيم. أرجوك تزوجيني. كلا تزوجيني أنا. وأجابت البنت الجميلة الشابين بأنها مستعدة لأن تقبل بأي واحد منهما زوجا لها، بشرط أن يجلب لها الكرة المضيئة من قصر رايو الموجود في البحر الشرقي. بعد ذلك أعطت لكل واحد منهما مشبكا للشعر له قوة عجيبة. وبينما كان ينظران إلى مشبك الشعر، اختفت البنت الجميلة فجأة. بمجرد ما جمع الطعام الموجود في البيت، ركب آرثر الحصان الوحيد الموجود في البيت وقصد قصر رايو آملا بالحصول على الكرة المضيئة. كذلك توجه آريل إلى البحر الشرقي حاملا على كتفه زوجا من الصندل. وسار آرثر عدة أيام على حصانه، ولكنه لم يرى البحر الشرقي. ونفد تدريجيا كل الطعام الذي جلبه معه. وفي أحد الأيام وصل آرثر إلى إحدى القرى وقد غمرتها المياه وهددت سكانها بالمجاعة. لو تمكنا من الحصول على قرع رايو الذهبي لتسربت المياه جميعها إلى الجوف. هل هذا صحيح؟ إذا كان الأمر هكذا فأنا ذاهب إلى قصر رايو وسوف أجلب لكم القرع الذهبي، ولكن بشرط أن تزودوني بالطعام. هل هذا صحيح؟ وجمع القرويون ما تبقى عندهم من طعام وطلبوا منه أن يجلب لهم القرع الذهبي بأسرع وقت. حسناً، انتظروني سوف أعود. وبعد مرور 3 أيام وصل آريل إلى القرية نفسها. هكذا إذن، اجلب لنا قرع رايو الذهبي. حسناً سأحاول. وطلب القرويون من آريل أن يجلب لهم القرعة الذهبية من قصر رايو، ووافق آريل على طلبهم ووعدهم بأن يجلب القرعة الذهبية. وسار آريل يومين آخرين بدون توقف، وأخيرا وصل آرثر إلى ساحل البحر الشرقي منذ مدة طويلة، ولكن بقي طوال الوقت جالسا لأنه لم يمتلك الشجاعة الكافية للقفز في مياه المحيط. وعندما وصل إليه آريل كلمه بطريقة متعجرفة وطلب إليه أن يقفز قبله في مياه المحيط. وقفز آريل ماسكا مشبك الشعر في فمه في مياه المحيط. فماذا حدث؟ لقد سقط في كرتين هوائيتين في عمق المحيط، وسار آرثر خائفا في أثر أخيه. ومشى الاثنان مدة طويلة باتجاه قصر رايو،
وبينما هما يسيران شاهد أمامهما قصرا في غاية الروعة والجمال، واستقبلهما رايو استقبالا حسنا. تفضلا واستمتعا بالطعام. ولم ينتظر الأخ الكبير طويلا، فهجم على الطعام والشراب وأخذ يأكل ويشرب. أما أريل فلم يتذوق الطعام مثلما فعل أخوه آرثر، لأنه كان يفكر بالكرة المضيئة والقرع الذهبي. وبعد الطعام أخذ رايو ضيفه إلى خزينته حيث الكنز. هذا هو الكنز. لقد كانت هناك كمية هائلة من المجوهرات، وأخبرهما رايو بأن باستطاعة كل واحد منهما أن يأخذ شيئا واحدا. ترى هل هذه هي الكرة المضيئة؟ وهناك تحتها هذه هي القرعة الذهبية؟ كان كل ما يدور بخلد آرثر هو الزواج من البنت الجميلة، أما الوعود التي قطعها على نفسه إلى سكان القرية فقد نسيها. آريل وصل إلى الكرة المضيئة، ولكن تفكيره لم ينقطع لحظة واحدة بالوعود التي قطعها على نفسه للقرويين، وقرر أخيرا أن يأخذ القرع الذهبية. لقد ترك آريل فكرة الزواج بالبنت الجميلة، أما آرثر فهو يطمح بالعودة سريعا إلى البنت والزواج منها. أيها الرجال، سوف أنقذ أخيرا، كانهم الرفيق. وبعد مرور 3 أيام، أيها الناس لقد أنقذنا هذه المرة. لقد أحضرت القرعة. وفعلا حضر آريل ومعه القرعة الذهبية. يا الغرابة، إن القرعة الذهبية لها قدرة عجيبة على مص المياه، ولم يبق أي أثر لمياه الفيضان. وبعد أن تدفقت جميع المياه إلى جوف الأرض ظهرت محارة كبيرة خضراء، لم ير القرويون طيلة حياتهم محارة في حجمها. وانفتحت المحارة وظهرت في بطنها كرة سوداء، وسأل القرويون أريل عما إذا كان راغبا في تبديل القرعة الذهبية بالكرة السوداء، فوافق أريل على اقتراحهم وأخذ الكرة. مع السلامة. كان أريل واثقا من أنه لن يتمكن من الحصول على الكرة المضيئة، ولكنه كان راغبا في رؤية البنت، لذا أسرع إليها. أما آرثر فقد وصل إلى البنت عند النهر وقدم لها الكرة المضيئة، ولكن الكرة لم تضئ، فتعجب كثيرا. وأخذ آرثر الكرة ومسحها بملابسه فانكسرت، وظهر منها سائل لطخ ثيابه بالأوساخ، وأخذ ينظف الثياب. وبينما هو كذلك اختفت البنت الجميلة فجأة. وحال غياب البنت المفاجئ هبت ريح قوية، وتحولت الريح إلى عاصفة، والعاصفة إلى مطر، وطفح النهر بالمياه. واستمر هطول الأمطار 3 أيام متوالية، وأخيرا توقف المطر عن الهطول وهدأت العاصفة. أما أريل فقد عاد مع نهاية العاصفة وهطول الأمطار وذهب إلى النهر، ولكن البنت لم تكن هناك، فتألم كثيرا. أريل. وعندما ظهرت البنت ثانية كانت تقف هناك إلى جوار أريل حيث لا توجد كرة مضيئة، وقد أوضح لها أريل سبب عدم جلبه للكرة المضيئة واعتذر منها. ولكن قل لي، ماذا يوجد في هذا الكيس؟ توجد كرة في داخل الكيس، ولكنها ليست مضيئة. أرجوك دعني أراها. وهكذا أصرت البنت على رؤية الكرة، فأخرجتها من الكيس، وإذا بالغيوم تنقشع ويظهر القمر بدرا، وانعكس ضوء القمر على الكرة، وبدأت الكرة تضيء المكان بنور قوي مبهر. نعم، لقد كانت حقا الكرة المضيئة. وكم كانت دهشة آريل عندما علم بأن هذه البنت إنما هي ابنة رايو، وأن كل شيء كان مدبرا، وذلك
من أجل اختيار عريس نزيه شجاع كريم لهذه الابنة العزيزة. وهكذا عاش الاثنان حياة سعيدة جميلة طوال عمرهما.